للتصدي ايضا يا احمد الشاتي وابقاء الامور كما هي عليها. نتابع ونشاهد ركله جزاء محتسبه، فرصه للتقدم، يتقدم نجريدو، الشاتي في مرمى الشاتي، لكن هنا نجريدو لامست يد الشاتي، لكن نجريدو يسجل هدف السابع في دورينا في هذا الموسم. نجريدو في كل مباراة يثبت بأنه قادر بأن يقول كلمة العميد النصراوي، كلمة العميد على مستوى التهديف. نجريدو يضيف هدف من ركلة جزاء بعد أن مرت اللقطة بهذه الطريقة، كادت أن تمر من قبل حكم مباراة، ولكنه في هذه اللقطة نعم يكتفي بأن يسجل نجريدو بعد ذلك بهذه الطريقة، ويكتفي بأن يضع العميد في التقدم من جديد. كاد الشاجي أن يتصدى لها في اللقطة الماضية، ولكنها دخلت الشباك معلنة عن تقدم الأزرق العنيد العميد النصراوي لهدف ثاني في المباراة.